جايبه لكم النهارده يا بنات وصفه سحر للبشره بجد، هتخلصك من اي مشاكل من مشاكل البشره، من هالات سودة او اثار حبوب او حرق للشمس. بجد الوصفه دي خيال. لو انت عايزه تعرفي ايه الوصفه دي ومهتميه تعرفيها كملي الفيديو للاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ جايبة لكم النهاردة وصفة خرافة جدا جدا للبشرة، ودي يعني انا بعتبرها وصفة بتحل كل مشاكل البشرة، لان في متابعين كتير جدا بيفضلوا يكلموني يقولوا لي يا صوفي عايزين وصفة تقفل المسام، تصغر من المسام شوية، عايزين وصفة للهالات، عايزين وصفة تخفي الهالات السودة او الرؤوس السودة، ووصفات بتطلبوها مني كلها متعلقة بمشاكل البشر. انا بقول ان الوصفة دي فعليا بتنهي كل مشاكل البشر، من هالات، من علامات الشيخوخة، زي الخطوط اللي بتظهر عند العين. الوصفة دي فعلا يا بنات فعالة جدا، وهتريحكوا كل مشاكل البشرة، اللي عنده تصبغات في البشرة فعليا هتبقى تحفة جدا معاكم. اول حاجة هنحتاجها في الوصفة النهاردة هو الشاي الاخضر، زي ما انتوا شايفين كده هتحتاجي معلقتين من الشاي الاخضر، معلقتين صغيرين من دول تحطيهم، وبعد كده هتجيبي مية تكون دافية او سخنة، مش هتحطي كتير، احنا بس عايزين نبل الشاي الاخضر. تفضلي تقلبي كده لحد ما تنزل العصارة، كأنك بتعملي شاي اخضر بالظبط عادي. يعني اهي بدأ ينزل العصارة بتاعته، تفضلي تقلبي. الشاي الاخضر معروف جدا بفوائده وبالخصائص بتاعته اللي بتفيد البشرة بشكل رهيب جدا، نتائجه بتظهر في الحال. يعني تفضلي تقلبي فيه كده. تاني حاجة انتي محتاجاها في الوصفة دي هي الزبادي. الزبادي اي نوع زبادي عندك هتستخدمي، تجيبي معلقة كده كبيرة من الزبادي، ما تقلقيش هي بس ايه، هتحسي كده ان الوصفة غامقة شوية، بس بعد كده فعليا هتدعيلي. الوصفة دي انت لو عملتيها فعلا هتدعيلي، لان الزبادي والشاي الاخضر وكم حاجة برضو هنستخدمها في الوصفة فعليا هتجيب معاكي نتائج هايلة وسحر بجد. انا متأكدة يا بنات ان انتوا اول ما تخلصوا الوصفة دي هتخشوا على القناة بتاعتي وتجيبوا الفيديو وتشكرولي فيها جدا في الفيديو في الكومنتات. تمام، احنا كده قلبنا الزبادي والشاي الاخضر مع بعض. تالت مكون معانا بقى هو الخيار. هتجيبي خيارية وتبشريها او الكمية اللي انت محتاجاها. تمام، احنا الكمية اللي احنا محتاجينها هتبقى معلقتين كده زي ما انت شايفة من الخيار، وتقلبي برضو زي ما عملنا في الزبادي. انتوا تحسوها صلصة الطحينة شوية، بس فعليا الوصفة دي يا بنات هتحبوها جدا. اخر حاجة عندنا خالص، هي الليمون. هتجيبي ليمونة، اللي بشرته حساسة ما يستخدمش الليمون، انتوا ممكن يعني تستخدموا نقطتين من مية الورد، انا هستخدم نقطتين بالظبط كده من الليمون، وتقلبه. وانتي بتقلبي تحاولي ان انتي تصغري من حجمها. بصوا يا بنات، الوصفة دي خطيرة على البشرة بجد بجد، يعني بجد هتشكروني جدا. تحطيها تحت الهالات هتبقى رائعة. الوصفة
الوصفة دي يا بنات فعلا هايلة ومجربة على البشرة، هتحطيها وهتسيبيها على بشرتك 20 دقيقة. طبعا هتسيبيها على الهالات وهتوزعيها على كل منطقة في الوجه ومنطقة فوق الشارب في كل حتة، لان هي بتشيل تصبغات. لو اي واحدة عندها تصبغات عند منطقة الشارب او الدقن او اي حاجة، الوصفة دي فعليا فعليا بتودي كل التصبغات دي. بعد ما 20 دقيقة تخلص هتغسلي بشرتك بمية دافية، وبعد كده هتمسحي بشرتك بأي ماء ورد عندك، أي نوع ماء ورد عادي مفيش أي مشكلة خالص، هتمسحيها بقطنة. وفعليا الوصفة دي فعلا فعلا تحفة لليابانات للبشرة. استخدموها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، مستنية آرائكم يا حبايب قلبي. متشكرة جدا لأن انتوا كملتوا الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتقولوا لاصحابكم على القناة بتاعتي وتعملوا اشتراك لو انتوا كنتوش مشتركين. وشكرا جدا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.